السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نواصلو الشرح ديال الدروس المقررة في الموحد الجهوي الخاصة بالثالثة إعدادي. في الفيديو الأول شفنا النص ديال الدروس، دابا غادي نكملو الدروس المتبقية. الدرس الأول اللي غنشوفو هو لا كومباريزون أو المقارنة والتشبيه، لا كونديسيون الشرط، إي ليبوتيز الفرضية، هذا كيتجمع في درس واحد. أونسويت عندنا لا كونسيسيون أو بيان فيغ أون كونسيسيون، تبع معايا مزيان غادي تفهم ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. الوغ نبداو اول حاجه بلا كومباريزون. قلنا لا كومباريزون هي المقارنه او التشبيه. دونك لي مويان اللي كنستعمل كاين بزاف، كاين مثال كوم اللي كتعني مثل، رد معايا البال، لان كاين في الدرس ديال لاكوز شفنا في لاكوز كاينه كوم، ولكن المعنى ديالها بما ان، بما ان او لان. هنا عندنا كوم كتعني مثل. عندنا لو فيرب غوسومبلي يشبه. شوف معايا ليكزامبل، كنقول مثلا سو غارسون، هاد الدري هاد الولد، ايت انتيليجون، ذكي، كوم سون بير، مثل الاب ديالو، كوم سون بير. دونك هنا كوم في هاد الحاله اكسبريم لا كومباريزون، كتعبر لي على لا كومباريزون. في الموحد ممكن يقول لك الاغلبيه كيقول لك خرج لي من التكست واحد لا فراز اللي فيها لا كومباريزون. انت غتقلب على هاد لي مويان، اما كوم ولا با اكزومبل لو فيرب ريسومبلي يشبه، ولا لي مويان اللي غنشوفو من بعد. ممكن نقول ايضا سو غارسون ريسومبل ا سون بير، هاد الطفل هاد الولد ريسومبل يشبه ريسومبل ا سون بير، كيشبه الاب ديالو. دونك كيما قلنا كوم مع ريسومبلي هما دو مويان كي اكسبريم لا كومباريزون. عندي دي مويان وحدين اخرين اللي هما اوسي كو اوتون كو، اوسي كو اوتون كو، اوسي كو اوتون كو، حتى هما كيعبروا على لا كومباريزون. وهنا كيكون ما بيناتهم هاد اوسي كو مع اوتون كو كيكون بيناتهم هنايا اما ادجيكتيف بيان ادفيرب. مثال غنقول سو غارسون ايت اوسي انتيليجون كو سون بير، صحيح كنقول سو غارسون ايت اوسي انتيليجون كو سون بير، هاد الدري اي اوسي انتيليجون كو سون بير، ذكي بحالو بحال الاب، ذكي بحالو بحال الاب ديالو، صحيح. دونك شنو هو لوتي دو كومباريزون، اداه ديال التشبيه؟ هنايا عندنا اوسي كو، وكما قلنا هاد اوسي كو كيكون بيناتها ادجيكتيف كيما هاد الحاله، ولا بارفوا كيكون ان ادفيرب، صحيح. دونك لحد الان شفنا كوم ريسومبلي اوسي كو او بيان اوتون. Ensuite, on dit plus que ou la plus de que. Plus que qui est combiné un adjectif ou bien adverbe. Plus de que qui est combiné un nom. Mitel. Les films sont plus amusants. Plus amusants, on a S, ras S, désolé. Donc, les films sont plus amusants. L'aflam aktar mouta que les romans. N'a riwayat. N'a dit la comparaison quand les films et les romans. Ou ça met le moyen plus que. Ça y est, donc on a dit que les films sont plus amusants que les romans. L'ex dit plus que, ou bien plus que, n'a moins que. Ça y est, donc on a mumkin la phrase en goul, les romans sont, voilà, c'est plus rien dire moins, moins amusants que les films. Ça y est, donc, فالدرس علاش غتعقل؟ عقل على هاد لي مويان، هاد لي مويان دو كومباريزون، كوم ريسومبلي اوسي كو اوتون كو بلوس كو بلوس دو كو موان كو موان دو كو. سايي دوزو للدرس الثاني اللي هو لا كونديسيون الشرط ولا ليبوتيز الفرضية، هادو كيتجمعو في درس واحد، تبع معايا مزيان. دونك لو بخومي مويان، المويان الاول اللي كيعبر لي على لا كونديسيون بيان ليبوتيز هو سي. سي في اللغة العربية هي إذا، كنقولوا إذا أداة شرط باش كنبغي نعطي واحد الشرط. دونك سي كيكون ديما موراها بريزون، بريزون الفيرب الأول كيكون في البريزون، الفيرب الثاني كيكون في البريزون ولا في الفيتور، تبع معايا مزيان. دونك سي إذا كان موراها الفيرب الأول في البريزون، الفيرب الثاني أوبليغاتوارمون ضروري خاصو يكون إما في البريزون بيان فيتور، صحيح هذا مهم. مثال غنقول سي تو ترافاي بيان، سي تو ترافاي بيان، الا خدمتي مزيان تو ريوسي غتنجح ولا تو ريوسيغا. دونك هنا عندنا سي تو ترافاي، ترافاي سي لو بريزون، تو ريوسي بريزون، او بيان تو ريوسيغا لو فيتور. دونك تو ريوسي غتنجح، ولكن شنو هو الشرط؟
si tu travailles bien. هادشي علاش قلنا بان سي اكسبريم لا كونديسيون بيان ليبوتيز. الحاله الثانيه سي كتكون متبوعه بالامبارفي الفيرب الاول في الامبارفي دوزيام فيرب كيكون في لو كونديسيونيل بريزون امبارفي كونديسيونيل بريزون. مثال سي تو ترافايي شوف معايا عندي في الاخر هنا ا اي اس دونك هذا لامبارفي الفيرب الثاني اجباريا في خاصو يكون في لو كونديسيونيل بريزون تو ريوسيري تو ريوسيري والكونديسيونيل بريزون مع لامبارفي كيتشابهوا غير في الكونديسيونيل بريزون كيكون عندي ار ار ا اي اس هنايا ا اي اس. الحاله الثالثه هي فاش كيكون عندي سي لو فيرب اللي من بعد منها كيكون في لو بلوس كو بارفي والفيرب الاخر كيكون في لو كونديسيونيل باسي. ناخذ مثال سي تو افي بيان ترافايي سي تو افي بيان ترافايي لو كان خدمتي مزيان عندنا هنا تو افي ترافايي هنا دو فيرب في لو بلوس كو بارفي tu aurais réussi tu aurais réussi هنا عندنا verbe في الكونديسيونيل باسي. لي مهم هنا اللي ما عندوش مع لا كونجوغيزون لي مهم هنا هو ان الناس عارف بان سي هو واحد لو مويان كي اكسبريم لا كونديسيون بيان ليبوتيز وعندنا هاد ثلاثه ديال الحالات تكون عارفهم مزيان. الحاله الرابعه هو فاش كيكون عندي ا كونديسيون دو ا كونديسيون دو هي بشرط ان حتى هاد ا كونديسيون دو واحد لو مويان اللي كيعبر لي على لا كونديسيون بيان ليبوتيز. ا كونديسيون دو كتكون ديما متبوعه بالانفينيتيف لان لا بريبوزيسيون دو ديما في الفرنسي دو كتكون متبوعه بالانفينيتيف. شوف معايا هاد ليكزومبل تو ريوسيرا غتنجح تو ريوسيرا ا كونديسيون دو بيان ترافايي غادي تنجح ا كونديسيون دو بشرط ان بيان ترافايي. شوف معايا ترافايي هذا لو فيرب في الانفينيتيف ما مصرفش علاش استعملت هذه العباره ديال ا كونديسيون دو بلس انفينيتيف حيت هنا عندي سوجي واحد فاعل واحد تو ريوسيرا تو ترافاي دونك عندي نفس الفاعل تو ريوسيرا فيرب ترافاي عندهم نفس السوجي صاي. اونسويت عندي ا كونديسيون كو شوف عندي ا كونديسيون دو ا كونديسيون كو هنا فرق بيناتهم دو بلس انفينيتيف هنا ا كونديسيون كو بلس سوبجونكتيف. Donc, je peux t'aider, ممكن نساعدك, à condition que tu travailles bien. À condition que, bichot, tu travailles bien, انك تخدم مزيان. علاش استعملت هنا à condition que, ما استعملش à condition de, حيت هنا عندي جوج ديال لو سوجي, جوج ديال الفاعلين. Je peux t'aider, ممكن نساعدك, عندي je. وهنا tu, انت. Donc, عندي جوج ديال لو سوجي مختلفين, كندير à condition que, plus subjonctif. او كاو هذه عباره اخرى او كاو في حاله ما كيكون موراها لو كونديسيونيل بريزون كونديسيونيل بريزون يعني تقريبا بحال ا كونديسيون كو بحال ا كونديسيون دو او كاو تقريبا غير الاختلاف هو ان كيكون الاغلبيه في لو فيرب في لا كونجوغيزون ديال لو فيرب اللي من بعد ا كونديسيون دو كيكون موراها الانفينيتيف ا كونديسيون كو كيكون سوبجونكتيف هنا او كاو كيكون موراها لو كونديسيونيل بريزون. نشوفوا مثال او كاو tu travaillerais au cas où maintenant ça change l'accent si c'est là désolé au cas où tu travaillerais bien فحال ما خدمتي مزيان tu réussirais غادي تنجح صايي. دونك نلخصوا هذا الدرس دونك لا كونديسيون بيان ليبوتيز كنستعمل بزاف ديال لي موايان لو بروميي موايان هو سي دوزيام موايان هو ا كونديسيون دو كيكون مورا لو فيرب في الانفينيتيف صايي. مثال الى عطاك في الموحد واحد الجمله فيها فراغ وقال لك دير واحد لو مويان ديال لا كونديسيون بيان ديال ليبوتيز لقيتي الفيرب اللي من بعد الفراغ في الانفينيتيف غدير اوتوماتيكمون قبل منه ا كونديسيون دو. عندنا ا كونديسيون كو كيكون موراها لو فيرب في سوبجونكتيف او كا او كيكون موراها لو فيرب في لو كونديسيونيل بريزون كيما هنايا تو ريوسيري وقلنا لو كونديسيونيل بريزون كيكون عندي ار ولا لو راديكال دو فيتور بلوس لو تيرمينيزون ديال لامبارفي كيشبه لامبارفي. السلام عليكم ورحمه الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس ديال لا كونسيسيون اكسبريمي لا كونسيسيون الشرح غيكون بامثله واضحه وغنشوفوا لي مويان كاملين ماشي كاملين ولكن الاغلبيه ديال لي مويان اللي ممكن نستعمل باش نعبر على لا كونسيسيون. شوف معايا هاد ليكزومبل مزيان عندي ميم سي ليكيب ا بيان جوي اي لا بيردو لو ماتش ميم سي ليكيب ا بيان جوي اي لا بيردو لو ماتش. فهمتوا الجمله ولا لا؟
دونك ميم سي هي رغم ان ليكيب الفريق رغم ان الفريق كما بالدارجه كنقولوا واخا الفريق ا بيان جوي لعب مزيان اي لا بيردو لو ماتش خسر المقابله دونك هاد ميم سي اكسبريم لا كونسيسيون شنو هي لا كونسيسيون هي فاش كنكون عندي واحد لاكسيون واحد الحدث فاش كنقول ليكيب ا بيان جوي الفريق لعب مزيان اشنو كنتظر كنتظر انه غير ربح هنا كنلقى واحد النتيجة مغايرة هذا هو سكو نابيل باختصار لا كونسيسيون صاي هذه هي لا كونسيسيون دونك ميم سي ليكيب ا بيان جوي اي لا بيردو لو ماتش دونك كيل ليكسبرسيون شكون هي العبارة كي اكسبريم لا كونسيسيون هنايا عندنا ميم سي صاي شوف معايا ليكزومبل الثاني نفس لا فراز هنايا هاد ميم سي Il peut se placer en tête de la phrase, au début de la phrase, elle a perdu le match, elle a l'équipe. Donc, l'équipe a perdu le match, même si elle a bien joué. Donc, même si l'équipe a bien joué. Elle a perdu le match. L'équipe a perdu le match même si elle a bien joué. Ça y est, يعني فاش انت تقرا لا فراز وتفهمها مزيان وكدير ميم سي في الاول الا بغيتي تبدل تنوع ممكن كنقلب هاد لي دو بروبوزيسيون لا بروبوزيسيون اللي في الاخر كتولي في الاول واللي في الاول كتولي في الاخر او ميم سي كتجي كتربط ما بيناتهم فاش كتكون عندي ميم سي في لو ديبي دو لا فراز ما كننساش انني كندير فيرغول ما بين جوج ديال الاحداث ما بين لي دو بروبوزيسيون صاي نشوفوا دابا لي زوتر مويان نشوفوا العبارات الاخرى اللي ممكن نستعملها باش نعبر على لا كونسيسيون شوف معايا هذا المثال سيت اون ريش Il n'a pas de voiture. Cet homme est riche. هذا الرجل غني. Il n'a pas de voiture. ما عندوش طوموبيل. ما عندوش سيارة. يلا حاول انت في هاد لا فراز شوف فين غادي دير هذيك ميم سي. دير بوز لا فيديو وحاول تجاوب ديك ميم سي كيفاش غنديرها في هاد لا فراز. الوغ الجواب غنقول ميم سي cet homme est riche Même si cet homme est riche, wakha had rajul ghani, il n'a pas de voiture. Ma ndouch sayara, ma ndouch tonobi. Même si cet homme est riche, il n'a pas de voiture. Ou il a bghit nqleb had la phrase bhal kima dat fad l'exemple le wlo tani, ghandir il, li huwa l'homme, ghangol cet homme n'a pas de voiture, had rajul ma ndouch sayara, même si il est riche, wakha ghani, wakha huwa غني صايي دابا غنخدموا على هاد ليكزومبل صايي غير هنايا خاصنا نعرف بان ميم سي باش ممكن نبدلها ممكن نبدلها بيان كو كوا كو مالغري اون ديبي دو بورتون سوبوندون توت فوا نيو موان اتسيتيرا دونك هاد لي زيكسبرسيون كاملين كيعبروا لي على لا كونسيسيون ولكن غنشوفوا دابا كل عباره والاستعمال ديالها الاستعمال ديالها مختلف لهاد العبارات الاخرين كيعوضوا ميم سي عندهم تقريبا نفس المعنى ديال ميم سي ولكن فاش كندخلهم في لا فراز كيكون بعض التغييرات تبع معايا هاد التغييرات غتفهمهم مزيان الو فاش كنقول سيت اوم اي ريش سوبوندون اي نا با دو فواتور هنايا راه بدلت ميم سي باش Cependant, tu peux la phrase bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit la phrase même si qu'est-ce qu'on fait bidaya, je vais vous montrer l'exemple de là ça. On a le bel kalam ديال اللي كنقول même si يعني في البدايه. Donc كنحيد même si, كنخلي la phrase كما هي, كنجي هنايا شنو كندير؟ في الوسط كندير cependant. كتولي cet homme est riche, هذا الرجل غني. Cependant, مع ذلك, واخا هكاك, رغم ذلك, il n'a pas de voiture. دابا باش ممكن نبدل سوبوندون سوبوندون ممكن نبدلها بورتون توت فوا ولا ليو موان دونك انت الا كتكتب وكتبع دي سوبوندون دير تحت منها بورتون دير تحت منها توت فوا كيعني انها عندهم نفس المعنى وما غاتجيش سوبوندون في الاول نو سوبوندون هنا في هذه الحاله غاتجي في الوسط غنقولوا سيت اوم اي ريش سوبوندون
ولا pourtant ou bien toutefois il n'a pas de voiture. Ça y est. شوف ليكزومبل 5 غناخذ نفس لا فراز عند ميم سي باش عوضتها بيان كو صافي بيان كو سيت اوم سوا ريش il n'a pas de voiture. شنو اللي تبدل من لا فراز 3 لا فراز 5 بدنا ميم سي بيان كو وعندي هنايا اي ولات ليا سوا دونك شنو هو التغيير هنايا فاش كندير بيان كو ولا كواكو شوف بيان كو كواكو هاد جوج عبارات كيكونوا متبوعين لو فيرب اللي كيجي من بعد منهم كيكون في سوبجونكتيف هنا عندي اي لو فيرب اتر هنايا او بريزون هنا غيولي لي لو فيرب اتر او سوبجونكتيف صافي هذا هو الفرق ما بين ميم سي بيان كو اي كواكو ميم سي كيكون موراها الانديكاتيف بيان كو او كواكو كيكون موراهم سوبجونكتيف ولكن المعنى هو هو دونك بيان كو سيت اوم سوا ريش il n'a pas de voiture ça y est او ممكن نقلب لا فراز نقول سيت اوم n'a pas de voiture بيان كو il soit riche يعني نفس الاستعمال ديال ميم سي كيما قلت غير لو فيرب اللي كيجي من بعد هاد العبارات كيكون سوبجونكتيف شوف لا فراز 6 Malgré sa richesse, cet homme n'a pas de voiture. بدلت هنا ميم سي باش بدلتها malgré. دونك شنو تبدل؟ من بعد malgré ولا en dépit de malgré en dépit de عندهم نفس المعنى كما هنايا bien que مع quoi que عندهم نفس المعنى والاستعمال malgré مع en dépit de عندهم نفس المعنى ونفس الاستعمال كيكونوا بلوس ان نو كيكون بلوس ان نو كيكون موراهم اسم يعني هاد لو فيرب اتر هنايا غيختفي كيخصني نحيد لو فيرب دونك مالغري سا ريشيس رغم ثروته رغم غناه ما بقاتش ميم سي اي ريش او بيان ميم سي الى ريش هاد اي ريش اي مشى لو فيرب اتر مشى فحالو و ريش لادجيكتيف خرجت منو الاسم اللي هو ريشيس Donc malgré sa richesse, cet homme n'a pas de voiture. Malgré, en dépit de. Donc en dépit de sa richesse, en dépit de sa richesse, cet homme n'a pas de voiture. La phrase, cet homme n'a pas de voiture malgré sa richesse. Oula, cet homme n'a pas de voiture en dépit de sa richesse. السلام عليكم ورحمه الله في هذا الفيديو غادي نواصلوا الشرح ديال الدروس ديال الدوره الثانيه اللي كاينه في الموحد الجهوي الدرس ديالنا اليوم هو فير اون كونسيسيون فير اون كونسيسيون الوغ دونك هذا الدرس اما غنكون العنوان ديالو فير اون كونسيسيون ولا اكسبريمي اون كونسيسيون ولا ممكن نقولوا اكسبريمي اون كونسيسيون سويفي دون ريفوتاسيون احنا غنبداو الدرس وغتفهموا مزيان هذا العنوان لان المشكل كاين في البروغرام يعني هذا الدرس شي شويه اللي فيه بزاف ديال الدرس وسطو بزاف ديال الدروس الان نبداو بواحد المثال غنقول لك انترنت اي تري امبورطون انترنت اي تري امبورطون الانترنت جد مهم نتوما واش متفقين معايا بخصوص هذه الفكره ولا لا تبع معايا هنايا شوف الجواب غنقول سيرت انترنت اي تري امبورطون هي الجمله ديالي انترنت اي تري امبورطون هي هادي انترنت اي تري امبورطون مي الى دو نومبرو انكونفينيون انا نقول سيرت بصح اكيد انا متفق مع الفكره سيرت اللي هي اكيد ان بصح انترنت اي تري امبورطون انترنت مهم جدا مي ولكن Il a de nombreux inconvénients. عندو العديد de nombreux inconvénients. Les inconvénients هما سلبيات. Donc إذا لاحظتوا في هذه الجملة فاش درت سارت انترنت تري امبورطون أنا هنا جو سوي داكور أنا هنا متفق في هذه الحالة كتسمى أنني درت واحد لا كونسيسيون كونسيسيون يعني واحد التنازل أنني تنازلت وتقبلت هذه الفكرة متفق مع هذه الفكرة هنا فاش قلت مي ولكن راه بغيت نرفض شي حاجه
هنا كتسمى سويفي متبوعه، يعني عندي هنا واحد لا كونسيسيون باش تبعتها بواحد لا ريفوتاسيون، واحد الرفض ديال واحد الفكره، انني كنرد على هذه الفكره بفكره اخرى مضاده. شنو استعملت؟ سيرت مع مي. صحيح، هذه العمليه هذه كتسمى فير اون كونسيسيون ولا اكسبريمي اون كونسيسيون ولا اكسبريمي اون كونسيسيون سويفي دون ريفوتاسيون. شكون هما لي موايي اللي استعملت؟ استعملت سيرت، استعملت مي. في الموحد اما كيعطيك بحال هاد لا فراز هكا دي كامله وكيقول لك دير لها واحد لا كونسيسيون، غتجي دير في الاول سيرت وفي واحد البارتي فاش كيكون النقطه ولا الفاصله كدير بلاصها مي. صحيح، ولا كيعطيك واحد لا فراز فيها هاد سيرت مي وكيقول لك في هاد لا فراز علاش كنعبروا، واش لا كوز لا كونسيس لا كونسيكونس بيان لا كونسيسيون. كتختار انت الجواب الصحيح، كتقول اون كونسيسيون. صحيح، دابا انا ممكن نبدل سيرت بلي موين بزاف، ممكن نقول سي فري ولا سي فري كو، ممكن هنا نحيد سيرت دو بلاصه سي فري ولا سي فري كو ولا سان دوت بدون شك. effectivement بالفعل، j'admets que اتقبل ان، je suis d'accord متفق، ولا personne ne peut nier que، لا احد ينفي ان، ينكر ان، personne ne peut nier que internet est très important، حتى واحد ما ينكر بان انترنت مهم، mais ولكن il a de nombreux inconvénients، عنده سلبيات عديده. صافي، دونك هاد لي موايان هادو خاصك تعرفهم تحفظهم باش حتى الا تعطات لك واحد لافخاز واحد الجمله فيها واحد فهاد لي موايان تعرف بان هنا فهاد الدرس فهاديك لافخاز كنعبروا على لا كونسيسيون. صحيح، دابا شكون هما لي موايان باش ممكن نبدل مي؟ ما عندناش غير مي، كاينين دي موايان واحدين اخرين. الو ممكن نبدل مي بسوبوندون. صافي، ولا نيومون ولا اور ولا توتفوا او بيان بورتون. هاد لي موايان كاملين ممكن ديرهم بلاص مي. هنا قلت سيغت انترنت تري امبورطون، بدل معايا نقول سون دوت. شوف مثال غنقولو سون دوت بدون شك، انترنت تري امبورطون بدون شك، انترنت مهم، سوبوندون مع ذلك، واخا هكاك هذا هو المعنى ديال هادو تقريبا، يعني واخا هكاك راه عنده سلبيات. سوبوندون ولا نيومون ولا اور ولا توتفوا ولا بورتون الى دو نومبرو انكونفينيون. دونك فاش كندير هاد لي موايان هادو، هاد العمليه كتسمى كيما قلت فيغ اون كونسيسيون، انا كنعاود اكسبريمي اون كونسيسيون سويفي دون ريفوتاسيون. غنشوفو دابا واحد التمرين بسيط، شوف معايا هاد ليكزومبل، قرا صافي، حاول تقرا هاد لا فراز ونعطيك سؤال مثال في موحد. غنقول لك اكسبريم اون كونسيسيون ا بارتير دو لا فراز سويفونت. صافي، انت دير بوز لا فيديو، حاول تخدم هاد لا فراز. نعطيكم الجواب، شوف معايا هنايا نشرح بهذه الجمله. قالك لي مويان دو ترونسبور، لي مويان دو ترونسبور يعني وسائل النقل، سون امبورطون جد مهمه، ايل كوز دو لا بوليسيون، ايل كوز كتسبب التلوث. لي مويان دو ترونسبور سون امبورطون، il cause de la pollution. دونك الجواب الصحيح شكون هو؟ غنقول سي فري كو، بصح سي فري كو ولا سان دوت ولا سيرت، لي مويان دو ترونسبور سون امبورطون، بصح عندك الحق، جو سوي داكور، بيرسون نو بو نيي كو، لا احد ينكر ان لي مويان دو ترونسبور سون امبورطون مهمين، مي ولكن il cause de la pollution، ولكن كيسببوا لنا التلوث. هذه هي سكون نابل لا كونسيسيون.